يا قلة الأدب عن جد بنات حارة الخوخة بلا شرف. مش عارفة مقبول بلوب منك يا افتكار، قومي اعتذري. أنا بدي اعتذر؟ ومن مين؟ من هالشرشوحة؟ يخرب بيت قلبكن انتي وياها وياها، اصواتكن واصله لراس صقاق. يخرب بيت قلبكن ولا وحده فيكن رحمانيه، كلكن نافخ عليكن ابليس. شبكن مثل العش الحياه يا لافين على بعضكن، شو صاير بالدنيا شوفي. معلمتي هاي الحربايه افتكار بتبزق بالصحن يلي بتاكل فيه، تترك بنات حارتها وبتقعد مع بنات حارتنا، واخر شي شو بتقول عننا؟ انه نحن بلا شرف. طولي بالك ليلى، حقك رح يصل لعندك. عذريني معلمتي، إذا ما اعتذرت أو تركت الشغل نحن ما رح نبقى هون ثانية. أنا ولا بنت من حارة الخوخة إلا عندي حق، وأنا مستعدة أسحب بنات حارتي وجاراتي إذا هالسنكوحة ما بتنقلع من هون. لك شو هاد؟ أنا اليوم بدي سكر المشغل. أنا ما بتحمل بنات بلا أخلاق وبلا مربى. كل وحدة تروح على بيتها تتربى وتتعلم الأخلاق وترجع تشتغل عندي. يلا الله معكم. أنا فرجيك يا صادومي. سدي لي حالك. شو صاير؟ شبه هالمجنونة؟ علمي علمك والله ما بعرف. معناتها أكيد حدا دافشها لتعمل هالعملة. أكيد، بس مين بده يكون؟ مين بيحب العي والدنت الحرام يعني؟ إبراهيم أمك معلم وين واقو؟ راح وين راح؟ رجع على حلب. شلون رجع على حلب؟ الدكتور اسمه صفار حسابه وصرفه. كمل شغلك، كمل شغلك. أمرك معلم. سيدي لسه ما شفتوا شيء. أنا ومحسوبك كرمه مثل الزبدية الصيني، منين ما بتنقرنا منرن. بس يعني في بحصة بدي أبزقها بعيد من هون. ما شفنا منك لا أبيض ولا أسود، حرك لي جيبتك سيدي. طيب، اليوم رح أصرف لكم مكافأة. بس بدي منكم شغلتين. شو هن سيدي؟ أول شغلة، ما بدي حارة الخوخة والجوزة يتفقوا. هي معروفة وقديمة سيدي، غيره شو بتقصدوا لها حيوان؟ طول بالك سيدي، قصده يقول يعني انتو شعاركم من يوم يومه فرق تسود، والتانية شو سيدي؟ والتانية بدي تعرفوني مين من البنات قتل عساكرنا ومين اللي عم يشلح جنودنا ثيابهم. سيدي تسمحوا لي لكم شغلة؟ عم قول شو رأيكم تتهمونا انه نحن اللي شلحنا العساكر، وهيك اللي عمل هالعملة بيطلع بيكذبنا وبيكشف حاله. بغابو بغابو. لك يقبرني ربك، لك يقبرني ربك يا كرمو، وين مخبي هالجواهر بالحر دبه؟ انا ما بدي علاك، بدي اخبار. صرفوا سيدي. حاضر. من تعلينا سيدي؟ سيدي شو رأيك بحياة اختك من كاسر؟ لك انصرف يا حيوان! بغل! مرحبا بابا. خير بابا في شي؟ ايه
شو هذا اللي عامله؟ شو عملت؟ شلون بتسكر ورشة خيط الذهب وبتصرف الشغيلة كوب على حلب؟ بابا أنا عملت هيك مشانك. مشاني؟ إيه؟ هذا مو تصرف دكتور، هذا تصرف واحد متخلف. أمي جاهل صغير. طول بالك ابن عمي، خلينا نسمع شو بده يقول. الصغير ما بيسمع كلامه. بابا لو سمحت اهدى وخلينا نحكي. خلاص ولك ليش هيك عملت؟ أصوات أوعك تركيه، درب الست ما يرد. ما عندي غير هالولد، بدك تحرمني منه. خلصنا خدي شوفها. روح الله يسامحك، الله يسامحك، الله يسامحك. كاسة شاي تروقي دماتك فيها. منين بدي روق؟ منين طلعت لنا هالأرقة من على بكرة الصبح؟ والله علمي علمك، ابتكار ما كان يطلع لحس. شو صار لليوم ما بعرف. بس ليلى ما غلطت معها بالحكي. مزبوط حكيك، بس في شي مو طبيعي عم يصير. شو قصدك؟ شو صاير؟ انت بشو عم تفكري؟ هلا ما بقدر اقلك، بس نحنا لازم نعرف شو في وراها لإفتكار. معناتها شو رأيك تروحي لعندها وتفهمي منها شو صاير بالضبط؟ لا أنا خليني للأخير، أنتي روحي التقي فيها بالأول. الله وكيلك طايش حجري. شو رأيك نفتح بكرة ولا نستنى كم يوم لنعرف شو صاير معه؟ خلينا نفتح عادي، بس أنتي اليوم لازم تروحي تشوفيها لإفتكار، وأنا رح روح لعند ليلى ورح قلها أنه بكرة بالاستراحة خلينا ما نفتح مجال لا للغنو ولا للحكي. هو هيك معك حق، معناتها أنا بروح لعند افتكار وأنتي روحي لعند ليلى بلا ما نبيتهم على زعل. تفضلي. الله يزيد فضلك ويسلم إيديكي. تروني كل سنة مرة حرام، تنسوني بالمرة. زوروني لك حميد. كلي حميد، شو هاد يا النسوان؟ شايف لك ياهم مشوا كلمتهم وقاموا الملاية عن وشهم. بس ما فيها شيء ومو غلط. لك شو ما غلط؟ النسوان هن اللي بيقرروا ولا نحن رجال اللي بنقرر؟ يا سيدي هذا شأن نسائي شرعي، فليقررن به ما يشأن في الشرع. هيك لكان قلت لي شأن نسائي شرعي. منيح يا بي اللي أنا مالي متجوز. بس عندك أخوات بنات مو هيك؟ إيه. اسمع لي هيلكان لعبد الوهاب، يا بر قول لي رايح على فين؟ يا بر قول لي، يا بر قول لي، يا بر قول لي رايح على فين؟ السلام عليكم. اهلا
اهلين فريال خالو، تفضلي فوتي. تسلمي لي. قبل ما افوت مين عندكم؟ انا وامي وابي واخواتي وخالي طاووس. ايوه منيح قلتي لي. لا خلينا عم نحكي هون احسن. ايوه ليش؟ شو بدك تحكي؟ بصراحة قليلي، انت شو مشكلتك مع بنات حارة الخوخة؟ والله جماعة عزمي واقفين مع بوسينة نكاية فيني وعم يساعدوا ابنه العزمي لحتى يشوف بوسينة بالسر. ايوه شو يعني وشو دخلك انت؟ انا ما بسمح لحدا يمس بشرفنا. ومين نصبك انت محامي دفاع عن شرف بنات الحارة؟ هون في رجال وفي كبارية بالحارة، هن يلي بيحكوا بس. اي بس انا ما بسمح. شوفي يا افتكار، اذا بدك تجي على الشغل بكرة ما في لا غنى ولا ردات ولا زلغيط، اذا بدك تعملي مشاكل لا تجي احسن. انا ما رح اجي ولا بنات عمي جايين، واذا بقدر ما بخلي ولا بنت تجي على المشغل. اذا طلع بايدك لا تقصري، واللي ما بيجي بالناقص منه. بالناقص منك انت. دايمي اخي انا بلش الدوشه، لازم نشوف لنا حل. شلون يعني؟ شلون يعني؟ مصاري محمود لازم نلاقي لهم دوباره. شلون؟ اخي بناخذ لنا محل، نترزق الله، حاجه يستوطوا حيطنا اهل الحاره. ايه شو عليه؟ والله يا سعدو انا رايي من رايك. بس عم اقول يعني بركي سالونا من الكون المصاري او شكوا فينا. انت شو بدك؟ كيف ما غياب نص نهار على اساس رحت على حلب؟ امك توفيت عطتك عمرها وطلع لك ورثي ورجعت لعنا، والفهم فضلوه على العلم. شلوني معك؟